السلام عليكم. السلام. عبودة وخطف. والله ما بعرف. تريدونها ولا وديها على الدير ولا اعطيها عم ابو دجانة؟ لا. عطا وين عطا؟ عطا قاتي. طبعا هاي الطفلة عفراء اللي ولدت تحت الأنقاض، صار عمرها سنة إلا، والحمد لله هي جيدة وصحتها جيدة وهي لسع موجودة عندي أنا. وين موبايلك؟ ها؟ وين موبايلك؟ لا لا عمور عمور لا ما يا بابا بابا الحمد لله والله زادت طفل من أسرتي أنا. عندي أنا 4 بنات وولدين، 5 بنات وولدين، وزادت وحدة النوب هي عفراء يعني عندي الحمد لله، يعني مبسوطين بيها وفرحانين يعني. يلا بعد ايه بعد يلا بعديها يعني هسه مرت علينا يعني حزين بفقر بكل شيء. قلت لك عفراء يعني تعني انا تعني لي بالنسبه لكل شيء. اولا زادت فرد من عائلتي شخص، وثاني عم تذكرني يعني بابوها وامها واخواتها. كل ما بتطلع على بتاكل بتذكرنا باهلها، بتضحك بتذكرنا، بتبكي بتذكرنا باهلها. يلا ترتشي ترتشي بالمنطقة. الصعوبات أول قلت لك يعني المنطقة صارت فقيرة عدم، الواحد عم يأمن لقمة عيش ولده وكذا، عم نركض كل النهار دابنا اللحق على لقمة العيش. والمدينة يعني بعد الزنزال صارت منكوبة، يعني لا شغل فيها لا دراسة لا أي شيء، لا نهائيا خالص. باي 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 لا تولي تمتد تمتد لا عمو 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 مثل حسيسات زين زين ابو سنينات ما تعيب على شعيب. باع قلوا باع يلا قلوا باع قلوا باع